قال الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب فلا يتبين لنا أهل الإيمان من أهل النفاق وأهل الصدق من أهل الكذب إلا إذا جرت المحن والفتن، فإن المؤمنين الصادقين يثبتون عند الفتن، والمنافقون والكاذبون ينجرفون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.